يقول السائل: هل يقال توكلت على الله ثم عليك؟ وما هو الفرق بين التوكل والاعتماد؟ لا يقال توكلت على الله ثم عليك، توكل عبادة ولا يكون إلا لله، وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، إن كنتم مسلمين، فتوكلوا إن كنتم مسلمين. فالتوكل عبادة لا تكون للمخلوق، فلا تقول توكلت على الله ثم عليك، ولكن قل وكلتك أو فوضتك. الوكالة جائزة والتوكيل جائز، هذا يسمى توكيلا ولا يسمى توكلا. التوكل يكون على الله بمعنى أن تفوض إلى الله حصول المقصود، أما الوكيل هذا نائب عنك لكنه لا يضمن لك حصول المقصود. الوكيل ما يضمن لك حصول المقصود، المقصود إنما هو بيد الله سبحانه وتعالى. فلا تقل توكلت على الله ثم عليك، ولكن قل وكلتك، عمدتك، أنبتك عني، وما أشبه ذلك.